اللواء محمد عبد الواحد مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مدير مباحث الإدارة العامة للمعلومات. مدير الإدارة العامة للمباحث. تمام. طيب سيادة اللواء، عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الوقائع، كيف يتم التوصل إلى هؤلاء؟ هي طبعا الصفحات دي موجودة على صفحات الإنترنت، يتم التوصل ليها. بتوجد عبارات تحريضية على مؤسسات الدولة وعلى الجيش والشرطة، بيتم فحص هذه الصفحات لأن العبارات دي بتبقى منافية لمواد القانون. بيتم فحص الصفحات فنيا وتقنيا والوصول إلى أدمن أو منشئ هذه الصفحات، ويتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة والضبط. بس الصفحات دي كتيرة في الفترة الأخيرة يا ست لو. هي صفحات كتيرة، بس الحمد لله احنا ربنا موفقنا ان احنا بنقدر نسيطر على اغلب هذه الصفحات، وبنتوصل الى مرتكبي هذه الصفحات، ويتم تحريز المضبوطات والعرض على النيابة. في مصطلح كده شهير بيسموا اصحاب هذه الصفحات، يعني اللجان الالكترونية. اللجان الالكترونية. لا، التسميات كتيرة يا استاذ عمرو. التسميات كتيرة يعني. طيب في خبر بيقول انه الإدارة عندكم بتراقب 250 ألف صفحة تحرض ضد الجيش والشرطة، هل الرقم ده مبالغ فيه؟ مدى صحته ايه؟ طبعا هم بيبالغوا في الأرقام علشان طبعا يخوفوا الناس وحاجات زي كده، بس ولكن عدد من الصفحات اللي هو بيتم فحصها ويتم التوصل إلى مرتكبي المحتوى الإجرامي أو كاتبين المحتوى الإجرامي لهذه الصفحات بيتم تحديدهم وضبطهم، ولكن الرقم ده طبعا رقم مبالغ فيه فعلا. طب في الفترة الأخيرة يعني قمتم بضبط كم واحد؟ والله يا فندم احنا ضبطين دلوقتي أكثر من 300 متهم بالنسبة للصفحات اللي هي اللي موجودة، ودول أدمن لأكثر من 1000 صفحة تقريبا، لأن هو كل واحد ما بيبقاش أدمن لصفحة واحدة، ولكن بينشئ عدد من الصفحات وبيقوم بالاشتراك برضه في عدد من الصفحات الاخرى، وبيتم غلق هذه الصفحات. ايه عقوبه ادمن مثل هذه الصفحات؟ طبعا قانون العقوبات، على قانون العقوبات بيعاقب على المحتوى الاجرامي اللي هو بيشير الى اي تدمير او اي تحريض بالحركه او بالتدمير او بالتظاهر او الكلام ده كله منصوص عليه في قانون العقوبات، العقوبه الحرب. نعم. طيب هل توصلتم للي رفع رسالة الرئيس الأسبق محمد مرسي اللي كانت على صفحته بعد مباشرة بعد الحدث الإرهابي اللي وقع في سيناء؟ إن شاء الله فندم جاري التواصل، جاري البحث يعني، جاري التواصل، هي مرسلة وجاري التواصل إن شاء الله. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، اللي هو محمد عبد الواحد مدير مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.